المحاضرة رقم 6. المحاضرة النهاردة عن الكارت نيروز إن شاء الله. طيب، إيه بقى حكاية الكارت نيروز دي؟ لو أنتوا فاكرين إحنا كنا اتكلمنا قبل كده إن إحنا دايماً بنضاير الدوائر بتاعتنا بطريقة مختلفة جوه الـ Integrated Circuit عن الـ Discrete Components. كنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل كده، إن الـ Bias نفسه بيختلف حسب أنت بتعمل الـ Design بتاعك جوه IC ولا في صورة Discrete Components زي ما إحنا بنعمل في المعمل. وأنتوا تجيبوا كده الـ Components وتركبوها على البوردة، دي بنسميها Discrete Design. ففي اختلاف في البايس لما احب اعمل ديسكريت ديزاين كده زي اللي بتعملوه في المعمل، او ان انا بديزاين اي سي. وكنا قلنا وانا بديزاين اي سي بنحب دايما نعمل ديزاين باستخدام كرنت سورسز او كرنت سينكس. حد فاكر ليه كنا بنحب دايما او بنفضل في جوه الاي سي نعمل بايس بكرنت سورس او كرنت سينك؟ عشان البارازيتكس. لا مش هو ده السبب يا عمر، حد وعشان افورس الدي دي دوت مع الوقت زي ما قلنا البطاريه مثلا بتاعه التليفون ممكن تفصل او كده، فمش عايز اخلي البايس بتاعي او الجيم بتاعي يعتمد على الدي دي اللي هي البطاريه. طيب عشان الجيم يبقى ثابت يبقى انا مثلا بشتري امبليفاير الجيم بتاعه كذا. تمام، الكرنت سورس فعلا بيدي، هو في كذا حاجه حد قالها يعني دلوقتي بس احب اجمعها، ان استخدام الكرنت سورس بيخلي البايس اندبندنت عن السبلاي بتاعي. تمام، لان انا في الاي سي بعرف اجنريت كرنت سورس او كرنت اندبندنت عن السبلاي وعن التمبريتشر باستخدام باند جاب، دايرة كده اسمها باند جاب ريفرنس زي ما مكتوب كده في السلايد. الباند جاب ريفرنس دي احنا مش هندرسها السنة دي بس هتدرسوها السنة الجاية ان شاء الله في كورس الانالوج ديزاين اللي هو الادفانسد. يعني دي دايرة بتتعمل جوه الاي سي بتقدر تطلع لي بايس اندبندنت عن السبلاي والتمبريتشر، فبقدر اخد السبلاي دون وابايس بيه الكرنت سورس الترانزستور بتاعي عشان اشغله في الساتوريشن فيشتغل كارنت سورس. وبرضه كان حد قال احتمال يكون كورولوس مثلا او حاجه حكايه الاريا، لان انا برضه هو طبعا البايس اللي احنا بنعمله في المعمل ده ينفع يشتغل على الاي سي بس بيستخدم مقاومات كتيره، المقاومات الكتيره دي ليها اريا زي ما اتفقنا قبل كده، ما بحبش ان انا اويست اريا على الاي سي لان قيم الاريا بتاعت الباسيف كومبوننتس دايما بتبقى بروبورشنال مع الفاليو بتاعتهم، القيمه بتاعتهم قيمه المقاومه او قيمه الكاباستور. فكل ما القيمه زادت كل ما استخدم اريا اكبر على الاي سي. كنا قلنا قبل كده الكوست بتاع الاي سي في الاخر بيبقى بروبورشنال مع الاريا، فكل ما الاريا زادت ثمن الاي سي اللي بشتريها بيزيد. فعشان كده بنحب دايما احنا جوه الاي سي اعمل بايس للسيركتس بتاعتي باستخدام كرنت سورس. تمام، طيب الفكره ان زي ما احنا شايفين كده بجيب ترانزستور احط له بايس يبقى كرنت واشغله في الساتوريشن، احنا عارفين بيشتغل كرنت سورس ودي المعادله بتاعته اللي تحت. طيب الفكرة بقى ان انا عندي مفروض يمكن مئات الدوائر على الاي سي وكل دائرة عايزة بايس، كل دائرة عايزة بايس، فمش معقول كل دائرة اروح اعمل لها باند جاب سيركت، مش معقول كل دائرة اروح اعمل لها باند جاب ريفرنس سيركت خاص بيها. فكان لازم نلاقي طريقة ان احنا نعرف ننقل الباند جاب ريفرنس ده لكل الدوائر التانية، او ان احنا نكوبي الكرنت
فمثلا الفكرة بتبقى زي احنا شايفين كده في السلايد الثانية، ان احنا بيبقى في باند جاب ريفرنس سيركت بتطلع سيرتن بايس بتدخله على الترانزستور بيتحول الى كارنت سورس. طب انا عايز بقى من ده كتير، عايز من ده كتير يعني عشان اقدر ابايس كل الدوائر بتاعتي. فعشان كده بنعمل ايه، بنسمي ان اللي طالع من عندي هنا هو ده الجولدن كارنت، ده الكارنت الاساسي بتاعي. بحاول اجيب دايره اسهل شويه تكوبي بقى الكارنت دون لاي حته تانية انا محتاجها. يبقى انا بعمل اطلع من البانج جاب ريفرنس سيركت بتاعتي دي اطلع حاجه اسمها الجولدن كارنت او الريفرنس كارنت. وبعد كده لما احب ان انا استخدم كارنت في اي حته عندي في الاي سي بكوبي، بجيب دايره بقى بنسميها كارنت ميرور او مرايه التيار، انها بتكوبي بتنقل التيار ده او بتاخد نسخه من التيار ده لاي حته تانية انا عايزها. فاللي احنا هنتكلم في المحاضره بتاعت النهارده هي الكارنت ميرور دي، هي دايره بتاخد بقى الجولدن كارنت بتاعي دون وتنقله لاي دايره تانية، وكمان في السكه ممكن انها تضربه في فاكتور ان مثلا، وير ان دون ممكن يكون انتجر او فراكشن، لان انا بالشرط ان الدوائر التانية بتاعتي كلها تكون محتاجه نفس الريفرنس كارنت اللي انا مطلعه من الايه من الجولدن كارنت ده. ممكن دوائر تكون محتاجه كارنت اعلى ودوائر تانية تكون محتاجه كارنت اقل على حسب الديزاين بتاعي، على حسب الدايره بتاعتي، على حسب الدايره بتاعتي هي محتاجه كارنت قد ايه، بقدر ان انا اكوبي الريفرنس كارنت ده وكمان ان انا اضربه في فاكتور، كمان ان انا اضربه فاكتور. طيب عايزين نديزاين بقى الكارت ميرور ده، يبقى انا عايز دايره تعمل لي حكايه الكارت ميرور ده. فانا عايز بالظبط حاجه بالشكل ده، انا عايز انا اكيد الكارنت حتى فعلا الكارنت سورس او كارنت سيك دايما ترانزستور شغال في الساتوريشن، يبقى اكيد انا هدخل الدايره اللي انا عايز اعمل لها ديزاين هي الدايره اللي جوه البوكس المنقط ده، دي الكارنت ميرور. عايز ادخل لها الريفرنس او الجولدن ريفرنس كارنت بتاعي واطلع على الناحيه الثانيه كوبي منه. فاكيد الكوبي اللي هيطلع ده طالما ان هو current source او current sink هيطلع برضو من ترانزستور في الساتوريشن، فاكيد هيبقى فيه هنا ترانزستور في الساتوريشن. طيب يبقى فاضل بقى حاجة ان هو لسه black box اهو اللي عليه علامة الاستفهام دون، دون بوكس مفروض ادخل له الريفرنس current يطلع لي بقى ايه، يطلع لي البايس اكس اللي هيبقى هو ال VGS الترانزستور M1 ده، بحيث ينقل لي الريفرنس كارنت دون يبقى هو الكارنت اللي اسمه الكوبيت كارنت. طيب هنحط ايه جوه البلاك بوكس دون؟ هنشوف دلوقتي. يبقى انا عايز بلاك بوكس كده ادخل له IREF يطلع لي VX، بحيث ال VX دي لما دخلها على ترانزستور اللي اسمه M1 يطلع لي I copy يساوي IREF. طب الترانزستور M1 ده شغال في الساتوريشن، المعادلة بتاعته شكلها ايه؟ هي المعادلة المكتوبة تحتي، لو اهملنا ال channel length modulation دي معادلة الكارنت بتاعت M1، شلت بس ال VGS بتاعته وحطيت بدلها VX، ما هو VGS دلوقتي بقى داخل عليها VX، ومفروض ان الكلام ده ظبط ال VX بحيث ان الكرنت ده يطلع لي كرنت يساوي IREF. يبقى المفروض اختار ال VX بحيث يعني ال VX اللي ايه اللي البلاك بوكس ده هيختارها لي، مفروض يختارها لي بحيث ان I copy 1 اللي طالع من M1 يساوي IREF. فعشان كده كتبت في المعادلة
شلت الـ VGS حطيت بدلها الـ VX وشلت I copy 1 وطلعت I ref. يبقى ده condition اللي لازم يتحقق عشان الدائرة بتاعت الكارت ميرور دي تشتغل. يبقى أنا عايز VX يحقق المعادلة دي بحيث أن أنا لما أحطه على M1 يطلع لي I copy 1 اللي هي بتساوي I ref. عظيم. يبقى أنا محتاج أجيب دايرة تطلع لي VX، هي دي نفس المعادلة اللي فاتت بس جبت الـ VX في ناحية الوحدة. يبقى أنا محتاج بلاك بوكس يطلع لي الـ VX دي. الـ VX دي اللي هتخش على M1 تطلع لي IRF من M1. واخدين بالكوا إن مكتوب هنا إيه؟ W على L1 لأن ده ترانزستور M1، فدي الـ W على L بتاعته وده الـ V threshold بتاعه وده الكرنت بتاعه اللي هو دلوقتي هيساوي IRF ودي الميو ان سي اوكس برضو بتاعت M1. يبقى انا عايز الـ VX اللي دخلها على M1 تبقى given بالمعادلة دي. تمام. طيب نحط ايه بقى ايه جوه البلاك بوكس، نحط ايه جوه البلاك بوكس ده. لو شفنا انا عايز البلاك بوكس ادخل له كرنت يطلع لي فولت، ادخل له كرنت يطلع لي فولت بحيث لو أخذنا بالنا طب ما هو الكرنت اللي أنا مدخله IRF ده هو موجود هنا برضو في نفس المعادلة دي ودي معادلة ترانزستور ودي معادلة ترانزستور. يعني لو جبت ترانزستور كده وحطيته ومشيت في التيار IRF هيطلع لي نفس الـ VX ده، هيطلع لي نفس الـ VX ده. طب ما نحط ترانزستور، ما هو في الآخر العلاقة بين الـ VX والـ IRF دي المعادلة بتاعت موس ترانزستور في الآخر. طب ما أنا أجيب ترانزستور تاني هسميه مثلاً MREF وأمشي فيه التيار IREF فأكيد هيطلع لي الفولت الجيت بتاعه بنفس المعادلة بتاعت الكرنت لو اديته كمان نفس الدايمنشنز اللي هي W على L1. المعادلة دي أنا جايبها من M1. طب ما أجيب ترانزستور تاني هسميه MREF وماشي فيه نفس التيار اللي هو IRF وادي له نفس الدايمنشنز اللي هي W على L1 فالمفروض يطلع لي ال VGS بتاعته هي نفسها ال VX اللي انا عايزها هنا. فهنجيب ترانزستور تاني ونمشي فيه كار وانا متوقع دلوقتي ان الجيت فولت بتاعه هيبقى هو نفس الجيت فولت ال VX اللي انا عايزه علشان الترانزستور M1، عشان الترانزستور M1. طيب فجينا نعمل كده، جينا نعمل كده، جيت اشيل بقى البلاك بوكس ده واحط بداله MRF بنفس الدايمنشنز بتاعت M1. كنت متوقع الاقي جيت فولتج هنا هو ال VX بالظبط اللي انا محتاجه عشان اشغل M1، بس لقيت عندي مشكله. انا قاعد وانا شغال كده في السيركس نسيت الفيزيكس بتاعت الموس ترانزستور، نسيت الفيزيكس بتاعت الموس ترانزستور. الموس ترانزستور عشان يشتغل لو فاكرين ده درسناه السنه اللي فاتت مع دكتور هشام والسنه دي مع دكتور ابو العطا، عشان اشتغل لازم ان انا احط بوزيتيف تشارج على الجيت تشد لي نيجاتيف تشارج وتعمل لي شانل. البوزيتيف تشارج دي لازم تيجي من الحته اللي بحطها على الجيت. النيجاتيف تشارج اللي تحت دي اللي هي بتعمل لي الشانل بتيجي منين؟ لو حد عارف النيجاتيف تشارج اللي تحت دي بتيجي منين؟ سورس. من فين تاني؟ ما سمعتش كويس بس سورس. من السورس. يعني ما انا عندي السورس هنا ممكن ايه دخل لي تشارجز زي ما انا عايز او المينورتي كاريرز اللي جوه السبستريت برضو دي برضو نيجاتيف تشارجز. لكن البوزيتيف تشارج اللي على الجيت دي هتيجي منين؟ مفروض لازم سبلاي هنا هو ما الجيت معزول في هنا ايه عازل سيليكون دايوكسيد فالجيت معزول فلازم البوزيتيف تشارج دي تيجي من حته. تمام. في الدائره اللي انا عملت لها ديزاين دلوقتي الجيت بتاع تو ترانزستورز واصلين ببعض كده فلوتينج
يعني ما فيش حاجه تدخل لهم البوزيتيف شارج دي. انا عايز حاجه ادخل البوزيتيف شارج دي عشان اقدر اشغل الترانزستور. ساعات بنسمي الحكايه دي ان انا بشحن الايه الكاباسيتانس بتاعه الايه الموست ترانزستور، ودي اكنه كاباسيتانس في الاخر، اكنه كاباستور محتاج اشحنه علشان الترانزستور ده يشتغل. بما ان هنا مفيش سورس ولا كارنت سورس ولا فولتج سورس يقدر يجيب لي البوزيتيف شارج دي، فده مش هتشتغل في الاخر. النود اكس دي هتبقى فلوتنج نود، والدار دي مش هتشتغل في الاخر. فالحل ان انا احط ترانزستور ده شكله كويس ان هيطلع لي الفي اكس اللي انا عايزه، بس عمليا ما اشتغلش، لان النود اكس دي زي ما مكتوب كده في السلايد فلوتنج نود، يعني ما عليهاش حاجه، مش عارفه تجيب لي البوزيتيف شارج اللي عجيب. طيب محتاجين حل تاني. فجي حد تاني فكر قال طيب انا كده او كده محتاج ترانزستور، كده او كده محتاج ترانزستور احطه الام ريف ده، لان هو ده الحاجه اللي هدخله الكرنت اي ريف، هيطلع لي بالظبط الفي اكس اللي انا عايزه، هيطلع لي بالظبط الفي اكس اللي انا عايزه. طب فواحد تاني جه فكر قال طب يا جماعه احنا درسنا قبل كده الترانزستور ده لو جيت وصلت الدرين بالجيت بتاعته اللي احنا بنسميه في الحاله دايت كونكت، كنا شفناه قبل كده الدايت كونكت ترانزستور ده في محاضرات قبل كده، ده ترانزستور انا ضامن ان هو في الساتوريشن لان الدرين والجيت واصلين ببعض، ف VDS تساوي VGS، كنا شفنا الكيرف ده قبل كده، فده ترانزستور انا ضامن ان هو في الساتوريشن عشان ال VDS تساوي ال VGS بتاعته، وده ترانزستور الظريف فيه ان الجيت دلوقتي اقدر الكرنت اي ريف دوت ممكن يخش على الجيت يشحن يديله البوزيتيف شارج اللي هو عايزه. الكرنت اي ريف ده ممكن دلوقتي يدخل على الجيت او يدخل يشحن الكاباستور، يشحن الجيت كاباستنس بتاعتي او يديها البوزيتيف شارج اللي هي عايزاها علشان اشغل الترانزستور ده. فبالكونكشن البسيطة دي ان انا وصلت مجرد الايه الدرين بالجيت بتاعتي، بقى عندي ترانزستور اقدر اخد منه الفي اكس، ده اقدر اخد منه الفي اكس جيفن بالمعادلة دي بالظبط. لو ظبطت الدايمنشنز بتاعة الام ريف تساوي برضو دبليو على ال واحد، هقدر اخد ان انا بالظبط من الترانزستور ام ريف دون الفي جي اس بتاعته هتديني نفس الفي اكس اللي مكتوب في المعادله اللي هنا دي. ليه؟ لان ده ترانزستور شغال في الساتوريشن، الكرنت بتاعه اي ريف، خلي بالكوا ايه ان الكرنت اي ريف دون احنا عارفين الجيت كرنت بيساوي صفر، فكل الاي ريف دون هيمشي في الايه في الدرين سورس كرنت بتاع الام ريف، هاخد بس منه شويه كده في الاول يشحنوا لي الايه يشحنوا لي الترانزستور، بس بعد كده الكرنت هيساوي صفر. هاخد منه شويه كده في الاول الكرنت اي ريف ده يديني البوزيتيف شارج اللي انا عايزها فالترانزستور يشتغل، وبعد كده ايه الترانزستور دون هيبقى الجيت كرنت بتاعه يساوي صفر زي ما احنا عارفين دايما في الايه الموست ترانزستور. الموست ترانزستور احنا عارفين الكرنت بتاعه دايما بيساوي صفر. فانا كده عملت كل اللي انا عايزه، شغلت الترانزستور ام ريف واخدت منه الفي اكس اللي انا عايزها، هاخدها بقى بعد كده احطها على ترانزستور ايه ام 1. هنخلي بالنا ان الفي اكس اللي انا عايزها هنا دي طلعت بقى بتعتمد على ايه، بتعتمد على اي ريف وبتعتمد على الموبيليتي والثريشولد دلوقتي بقى بتوع ام ريف، واحنا عارفين الموبيليتي دي فانكشن في التمبريتشر والفي ثريشولد برضو فانكشن في التمبريتشر. اخذنا قبل كده في الفيزيكس بتاعه الموست ترانزستور ان الموبيليتي بتاعه الكاريرز بتتغير بتغير التمبريتشر، الفي ثريشولد برضو بيتغير بتغير التمبريتشر، فهيطلع عندي في اكس
بيتغير مع التمبرتشر، بيتغير مع التمبرتشر. بس على ايه؟ انا جبت ال Vx اللي انا عايزه، انا جبت ال Vx اللي انا عايزه. طب نيجي بقى نركب الدايرة على بعضها دلوقتي. او بقى عندي M ref، بقى عندي M ref بطلع لي ال Vx اللي انا عايزها. هاخدها ادخلها على M1، فلو دخلت ال M1 دي هيطلع لي ال I copy اللي انا عايزه، اللي هو يساوي I ref في الاخر. فلو شفنا في الحالة بتاعتي دي دلوقتي، كتبنا بقى المعادلات اهو، I ref دي المعادلة بتاعته، انا I ref ده انا اصلا مدخله، فهو هيطلع لي Vx، ودي W على L بتاعته، بتاعت ايه؟ الترانزستور M ref. Vx دي هاخدها ادخلها على M1، هتطلع لي I copy. لو قسمت المعادلتين على بعض هلاقي ان كل حاجة راحت في المعادلتين، ما عدا W على L واحد على W على L ref. ان كل الحاجات راحت، فلقينا ايه؟ لقينا ان I copy بتساوي I ref بريشيو الدايمنشنز. لو اخدت الدايمنشنز قد بعض، يعني لو اخدت W على L ref هي نفسها W على L واحد، هلاقي ان I copy تساوي I ref بالظبط. يبقى انا كده نجحت ان انا اكوبي الكرنت. وكمان لو عايز اكوبي الكرنت ده باي فاكتور انا عايزه، هغير بس الدايمنشنز دي، وانا على انتجريتد سيركت انا بقدر اغير الدايمنشنز بتاعت ايه؟ الترانزستورز والديفايسز زي ما انا عايز. ممكن كمان اغير في الدايمنشنز بتاعت W على L1 او W على L ref، واخد اي ريشيو من الكرنت انا عايزه. الكويس بقى جدا في الموضوع ده هو ايه؟ ان عمليه الكوبينج دي لا تعتمد على التمبرتشر والباور سبلاي، بتعتمد بس على الدايمنشنز بتاعت الترانزستورز. لما جيت قسمت المعادلات على بعض، في حاجات بتعتمد على التمبرتشر في النص، حاجات بتعتمد على كل ده راح، فضل لي بس الدايمنشنز. فقدرت كده ان انا اعمل دايره بتكوبي الكرنت ولا تعتمد على ولا السبلاي ولا التمبرتشر في عمليه الايه؟ الكوبينج، في عمليه الكوبينج. فدي اللي احنا بنسميها الكارت مير، دي اللي احنا بنسميها الكارت مير. خلي بالكم في النص كده واحنا بنحسب، طلع لي هنا في اكس بيعتمد على تمبرتشر، بس في الاخر طلع لي ان الكوبيت كارت نفسه لا يعتمد على التمبرتشر. لما جيت قسمت المعادلات على بعض يبقى ايه؟ راحت الفي اكس. معنى كده لو التمبرتشر اتغيرت، في اكس هتقعد تتغير مع التمبرتشر، بس بحيث ان الكارنت يفضل اندبندنت على التمبرتشر. طيب دي برضو خلي بالكم هنا ايه؟ في نقطه مهمه، انت علشان تقدر اما تقسم المعادلات على بعض تطير كل حاجه مع بعضها، في ايه؟ احنا عارفين الفي اكس هي نفسها الفي اكس، معنى كده الموبيليتي لازم تكون هي الموبيليتي، والسي اوكس لازم يكون نفس السي اوكس، والفي ثريشولد نفس الفي ثريشولد. تمام. طب ماشي، ما الحاجات دي كلها مفروض انها بتتصنع مع بعض على الاي سي واندر ذا سيم كونديشنز، فمفروض الحاجات دي تساوي بعضها برضه. ليه؟ لانها بتتصنع مع بعض في نفس الوقت، في نفس المكان، في نفس المصنع، على نفس الشيب. تمام. فمفروض ان يكونوا بالظبط زي بعض، مفروض ايه؟ يكونوا بالظبط زي بعض. الكلام ده طبعا لو جبت ايه ديسكريت كومبوننتس ما تقدرش تضمن، لان كل ايه كل ترانزستور لوحده، كل واحد متصنع اندر ايه كونديشنز مختلفه في مصانع مختلفه. لكن انت لو على اي سي مفروض ان انت مصنعهم على نفس الاي سي في نفس الوقت في نفس المكان، فمفروض ان ايه البارامترز اللي هي الميو والسي اوكس والفي ثريشولد دول يكونوا قد بعض، فنقدر فعلا نطيرهم ايه قصاد بعض كده ونعمل حكايه الايه الكوبينج. طبعا اللي بيحصل في الحقيقه بقى ان حتى وهم على نفس الاي سي
بيحصل شويه فاريشنز في عمليه التصنيع. يعني في سيرتن ايرور نتيجه الفابريكيشن توليرنس برضه. طبعا التوليرنس ده برضه موجود حتى لو هم يتصنعوا برضه اندر ذا سيم كونديشنز، بس طبعا بيكون الايرور قليل جدا بالنسبه لو اتصنعوا على ديسكريت كومبوننتس. فلازم برضه احنا بديزاين الميرور دي بحاول احط ترانزستورز قريبين من بعض على قد ما اقدر على الاي سي، علشان اضمن ان هما كل ما قربوا من بعض اكتر كل ما هيطلعوا لي في الاخر ايدنتيكال ترانزستورز اكتر. لو كانوا بعاد اثناء ممكن عمليه التصنيع برضه يحصل شويه فاريشنز، لكن كل ما قربهم من بعض كل ما يكون احسن. في حد عنده سؤال لغاية دلوقتي يا جماعة؟ أنا في حاجة بس أتأكد من، هو في السيميوليشن بقدر أدي للبرنامج التوليرنس بتاع المصانع؟ لأن أنا ممكن مثلا أبقى عامل السيميوليشن على أساس حاجات معينة والأسامبشنز صح ومش عارف إيه وكل حاجة صح والدائرة شغالة، لما تتصنع ما تبقاش شغالة بسبب الفاريشنز اللي حصلت في التمبريتشر مش عارف إيه. ده بصراحة سؤال ممتاز يعني. ده سؤال ممتاز يعني. هو سؤال عالي تاني بيقول لي إيه؟ يقول لي طب أنا دلوقتي المصنع عنده variations وtolerance. طيب أنا هعرف منين التولرنس بتاعت المصنع دي؟ أنا ممكن أعمل ديزاين وأنا بأسيوم مثلا إن التو ترانزستورز دول identical متشابهين في كل حاجة، لكن المصنع فيه error والإيرور ده أنا مش عارفه، طب هديزاين إزاي؟ في الحقيقة يا علي فعلا المصنع بيديني التولرنس ده، بيديني التولرنس ده. انتوا بتيجوا تسيميليتوا بتعملوا سيميليشن بتاخدوا الموديل منين بتاع الترانزستورز؟ في فايل بنعمله انكلود في فايل بالظبط. الفايل ده بتعمل له ايه؟ بيكتب مكتوب فيه ايه الفايل دون؟ ممكن اي حد يجاوب على فكره، ممكن اي حد يجاوب يا جماعه. الفايل لما احنا عشان ايه اما اجي اعمل سيميليشن لموس ترانزستورز او لاي انتجريتد سيركت او على ال تي سبايس اللي انتم بتستخدموه، في مفروض مودلز للديفايسز بتتكتب في دوت موديل ستيتمنت. الدوت موديل دي علي بيقول لي بتبقى موجوده في فايل بعمل له انكلود، او ساعات احنا بنكتبها ممكن البارامترز دي. في الحقيقه اللي بيحصل بقى لو انت بالديزاين فعلا دايره بجد وهروح تصنعها بعد كده، الفايده بيجي لك من المصنع، لان هو المصنع بيعرف الايه البارامترز بتاعه الترانزستورز بتاعته، فهو اللي بيظبطها لك ويبعتها لك. وفي طريقه كمان ان هو ممكن يبعت لك اكتر من فايل، يقول لك دي بقى الفايلات بتاعتي وده ليه بيبعت لك اكتر من فايل. بيبعت لك اكتر من فايل بيقول لك ده الورست كيس بتاعتك، يعني بيقول لك ايه والله ايه دي التولرنس بتاعتك، ده الفايل التيبيكال. بس انت لو عايز تشيك الديزاين بتاعك بقى لما يحصل بقيه فاريشنز، ده البيست كيس ودي الورست كيس. فلو عملت السيميليشن بتاعتك عند التيبيكال والورست كيس والبيست كيس هتعرف الايه الديزاين بتاعك هيشتغل في الاخر ولا لا. فده اللي بيحصل في الايه في الحاله بتاعت لما تيجي تديزاين بقى ريال سيركت فعلا وتبعتها عشان تتصنع. المصنع بيبعت لك اكتر من فايل علشان تاخد في اعتبارك حكايه التولرنس دي. في حد عنده سؤال تاني يا جماعة؟ طيب نرجع تاني للسلايدز بتاعي. طب في واحد يقول لي طيب ايه رأيك لو عملت الدائرة بالشكل ده؟ بدل حطيت بطارية كده وتديني الـ VX اللي انا عايزها، ده كده VX كمان بقى ما تعملش على التابشر، كده VX بقى كونستنت. يعني دي الدائرة الأولانية اللي ما كانش فيها الكونكشن بتاعة الدرين والجيت، وبدل ما أعمل الكونكشن دي قلت طب أنت عايز VX يا سيدي اتفضل VX أهي.
وهظبطها لك كمان بحيث تديك الاي ار اف اللي انت عايزه. فهقول له دي ما تنفعش. ليه؟ لان انت قاعد تقول لي انت عايز هنا سورس عشان يديك الايه، عشان يديك البوزيتيف تشارج. انا جبت لك بطاريه اتحلها وحطيتها لك اهي. دي هتبقى كارت ميرور ولا لا؟ هتبقى كارت ميرور طبعا. ليه؟ لان البي اكس ده كونستنت فولتج. الكونستنت فولتج دون ممكن تظبطه فعلا يطلع لك اي ار اف هنا وكل حاجه، بس مشكله ان هو كونستنت فولتج بي اكس ده معنى كده ان الكارنت اللي هيطلع لك اي كوبي ده هيبقى جيمي بالمعادله دي. لو الميو والفي ثريشولد اتغيروا مع التمبريتشر هتلاقي الاي كوبي بيتغير مع التمبريتشر. يبقى انت لو ثبتت الجيت فولتج الفي اكس ده، لو ثبتته الكارنت هيتعتمد على التمبريتشر. فلازم مالكش حل غير ان احنا ايه تخليه نفس الدي اكس ده بيعتمد على التمبريتشر، بحيث ان الاي كاب اللي في الاخر يطلع لا يعتمد على التمبريتشر. تمام. يبقى لو جه حد قال طب انا هثبت الكونز او هحط بطاريه تديك الايه البوزيتيف شارج اللي انت عايزها، حاول الدايره هتشتغل اه، بس هيطلع الكارنت لا يعتمد على التمبريتشر. قصدي الكارنت هيطلع بيعتمد على التمبريتشر. ليه؟ لان انت لو ثبت الفي اكس دي وجيت عوضت في المعادله بتاعت الكارنت هتلاقي يعني لسه عندك النيو والفي ثريشولد والدول بيعتمدوا على التمبريتشر، فهتلاقي الكارنت بيعتمد على التمبريتشر. في حين ان الدائره بتاعتنا الاصليه دلوقتي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي لما تاخد الكونكشن دي من الدرين بقت الفي اكس بقت بتعتمد على التمبريتشر، بس الكارنت في الاخر نتيجة ان انت قعدت تشطب الحاجات مع بعضها طلع بيعتمد بس على الدايمنشنز. فدي لا تعتبر ايه كارت ميرور في الحالة دي. تمام. طيب لو حد بقى عايز يعمل كارنتس مختلفة بسيطة، انت دلوقتي قلنا هنلعب بقى في الريشيو بتاع الدايمنشنز ده، اغير الدايمنشنز بس فاقدر احصل على اي ريشيو انا عايزه. فهم لقوا دايما ان انا لما تقدر تظبط الريشيو دي تحط مالتيبل ترانزستورز ان بارالل، زي ما احنا عارفين هنا حاطين هنا مثلا 2 ترانزستورز ان بارالل وصلتهم ببعض، فاكيد اللي هيمشي فيهم كل واحد هيمشي فيهم تيار يساوي الانبوت كارنت اللي هنا ده، ولو وصلتهم ببعض هيمشي توايس التيار ده. لو حطيت 3 ان بارالل هيمشي 3 اضعاف التيار، فتقدر تاخد اي تيار انت عايزه. دايما بنحب ان احنا نحط كده ترانزستور ان بارالل، دي طريقه برضو علشان اقلل بيها الفاريشنز بتاعت عمليه التصميم. لان انا لما يكونوا ترانزستورز ايدنتيكال بالظبط في الدايمنشنز بيبقى تاثير التصنيع عليهم اقل، لان انا مظبط بقى كل حاجه، يعني ايه مخلي حتى الدايمنشنز قد بعضها، فتأثير التصنيع على الفاريشنز بتاعهم بيكون أقل. غير إن لو كل واحد ليه دايمنشنز مختلفة ممكن كل واحد يتأثر بطريقة مختلفة في عملية أثناء عملية التصنيع. فدي طريقة جد مشهورة جدا في الكارت ميرورز، إن أنت لو عايز ريشيو من الكارنت بتعمل ايدنتيكال ترانزستورز وتوصلهم إن بارل، بحيث إن أثناء عملية التصنيع لو حاجة أثرت عليهم تأثر عليهم كلهم، لأنهم كلهم identical فتأثر عليهم كلهم بنفس الطريق. ليه بتعمل الكلام ده؟ عشان تقدر تعمل عملية الشطب اللي بنعملها دي كلها بحيث ان يبقى كلهم قد بعض ويفضل في الآخر ايه الدايمنشنز بس بتاعتك. يبقى الريشيو بتوين الكرن هي الريشيو بتوين الدايمنشنز. فتقدر ان انت لو عندك الجولدن كرنت هنا تقدر اي كرنت تجيب اي كرنت انت عايزه، وبنفضل دايما ان احنا نجيب الكارنس التانية دي ان انا احط مالتيبل ترانزستورز ان بارل ووصل الجيت بتاعهم كلهم بالفي اكس او هنا الفي 1 دي، فياخدوا كلهم الفي اكس او الفي 1 اللي طالع من الايه من الريفرنس ترانزستور، فيطلعوا كلهم نفس الكارنس في الاخر. الحاجه خلي بالكم بس الوحيده اللي ممكن تعمل لي بقى ايرور تاني لو انا ظبطت بقى الحاجات كلها ايه مالتيبلز كده وايدنتيكال من بعض، اللي لسه ممكن يعمل لي ايرور الحاجه اللي احنا عملناها لسه من اول المحاضره اللي هي الشانل لينث موديوليشن.
اللي هي channel length modulation دي اللي ممكن تغير لي شويه في الكارنت. ان احنا عارفين المعادله بتاعه الترانزستور لسه فيها ترم 1 زائد لامدا في دي اس، فالكارنت لسه بيعتمد شويه على الفي دي اس بتاع الترانزستورز ده. انت هتاخد كل شويه من الترانزستورز دول تحطهم في دائره مختلفه، مفيش حاجه تضمن لك ان الدوائر المختلفه دي هتحط في دي اس على الترانزستورز دي كلها شبه بعضها. اصلا الترانزستورز اللي هو ام ريفرنس ده اللي هو او الكيو 1 هنا دون ده الفي جي اس بتاعته بتساوي الفي دي اس، يعني الفي دي اس بتاعته ثابته عشان هو دايت كونكتد، فالفي دي اس بتاعته ثابته. الترانزستور بقى الثانيه دي هتحط في دوائر مختلفه، كل دايره هتديها في دي اس مختلف، فيعمل لك شويه ايرور في الكارنت بقى. فلازم برضو الايرور في الكارنت ده تبقى عارفه اثناء عمليه الايه، اثناء عمليه الديزاين، تبقى عارف الكارنت ايرور ده قد ايه، وده ممكن يتعمل له سيميليشن بسيط. فالكابيد كارنت ده هيبقى لسه فيه شويه ايرور نتيجه الايه، الشانل لينث موديوليشن او اعتماد الايه الكارنت على الفي دي اس. تمام، في حد عنده سؤال يا جماعه لغايه دلوقتي؟ دكتور، هو انا لما احط ترانزستورز كتيره متوصله باللي هو بالريفرنس ده مش هيعمل لي لود افكت او حاجه؟ طيب مين يقدر يقول يتكلم يا جماعه يجاوب على السؤال ده؟ معلش انا اسمك بس مش باين عندي، مين اللي سال؟ انا كرولوس بولس. كرولوس بيسال سؤال ظريف جدا دلوقتي، يقول احنا حطيت مثلا 100 ترانزستور على الجيت دون، هل ده هيعمل لودينج ولا لا؟ مين ممكن يجاوب يا جماعة؟ هو مش هيعمل لودينج، بس ممكن يسحب شوية في الأول لحد ما الكباستورز دي كلها تشحن. طيب عبد الرحمن هنا رأيه بيقول هو مش هيعمل لود، بس هيسحب شوية كارت من الريفرنس في الأول بس ترانزيانت كده، هو يشحن كل الجيتس بتاعت الترانزستورز دي ويديها الايه البوزيتيف شارج اللي عايزاها، وبعد كده هيكمل. ها في حد عنده رأي تاني؟ هو الفكرة ان احنا اصلا كل ده بنحاول نعمل الكرنت سورس اللي هنبايس بيه اصلا الحاجة اللي هدخل عليها الانبوت واطلع منها الاوت. هو اللود اصلا كلمة لود افكت ده لما بدخل مثلا الاوتبوت بتاع حاجة ادخله على انبوت بتاع حاجة تانية، هو كل ده اصلا احنا ما بدأناش كلام على الدايرة لسه، احنا كل ده بس نشوف الكرنت سورس، فبيتهيألي مش هيبقى فيه لودنج اصلا. هو اعتقد يعني كرولوس لما كان بيسال قصده ايه، هل لما احط الجيتس الكتيره دي مش هتاثر لي على الفي اكس مثلا بتاعتي دي؟ هو كلامك مظبوط برضو، يعني كلامك مظبوط، بس ايه هو برضو من وجهه نظر الدايره بتاعت البايس دي لما تحط عليها لودز، ما هو دي كلها لودز عليها برضو، هل مش هتاثر لي على قيمه الفولت اللي طالع هنا من الفي اكس ولا او الفي 1 ولا لا؟ انا بس في عبد الرحمن اعتقد انت رافع ايدك، انت جاوبت ولا عايز حد تاني؟ لا هو انا ما جاوبتش. هو انا الكارنت ده بشحن بيه كاباستورز، بمجرد ما الكاباستورز دي اتشحنت لفولتج معين، فبما ان مفيش كارنت بيعدي في الكاباستور فهتفضل مشحونه، بس هو لما انا اشحن بيه اكتر من كاباستور غير لما اشحن كاباستور واحد هياخد وقت اكتر. ده في الاول. بالظبط، الله ينور عليك. هو ده عبد الرحمن جاب الاخر كده، احنا بس بايه بنشحن شويه كاباستورز في الاول، كل ما كتر هيبقى في شويه ترانزيانت هيزيد في الاول شويه، بس بعد الترانزيانت دون الكارنت بصفر. يعني ايه الكارنت بصفر؟ يعني مفيش لودينج، لان الكارنت بصفر. يعني امتى بكلمه لودينج دي ايه؟ انك تسحب كارنت كبير فبيعمل لودينج على الدايره بتاعتك. هنا الترانزيانت اللي في الاول ده طالما خلص وشحنت الجيتس خلاص ما بقاش في لودينج بعد كده. هو بالظبط ده هو الايه الاجابه على كروتوس. بالعكس حتى احنا بقى ايه الظريف في الدوائر البايس دي، انا عايز اثبت الفي اكس ده على قد او الفي واحد ده عايز اثبته. ليه؟ لان طول ما هو ايه يعني ثابت كده كل ما يديني بايس احسن، وفي الحاله دي كل ما تكتر ترانزستورز عليه
اكنك بتكتر كاباسيتورز عليه فبتثبته اكتر. يعني دي حاجه كده ايه الجمله اعتراضيه، يعني كنت لو انت اسمع عشان تثبت اي نود تحط عليها كاباسيتور بنسميه ديكابلينج كير. فانت في دوائر البايس بالذات انت عايز تزود الكاباسيتور عشان تخلي النقطه دي ثابته اكتر. احنا عارفين الكاب بيعدي اي هاي فريكوينسي، فلو جالك اي نويز على النقطه دي ما تاثرش عندك على الايه على قيمه الفولت اللي عليه. فبنحط ديكابلينج كاب علشان يثبت النقطه دي على قد ما يقدر. فيعني لكن هي الفكره ان مش هيعمل اي لود، او الاجابه على كرولوس مش هيعمل اي لودنج ولا حاجه. ده بالليل لان الكرنت بتطلع اوريدي. اي سؤال تاني يا جماعه؟ دكتور بس برضه هو انا مش المفروض ان انا يبقى في عدد ترانزستور يعني معينه يعني اكتفي بيه؟ لان انا لو عدد الترانزستورز زاد قوي فانا كده هيبقى في مرحله ترانزنت كبيره قوي في الاول. ماشي، هو كل ما فيش لا يعني انت بترانزنت دي كتير قوي في الايه يا جماعه؟ الترانزنت ده اللي بيحصل اللي احنا بنقول عليها كبيره قوي دي في الاي سيز، بنتكلم في ميلي سكند. يعني ميلي سكند دي اصلا يعني مش هتلحق تشوفها اصلا. عشان في الاول يعني لان دي حاجه في الاول وبتختفي ودي بتبقى بالميلي سكند، فانت اصلا بتشوفش السكند عشان تشوف الميلي سكند، لان الدايمنشنز هنا بتبقى صغيره قوي بالمايكرو، فالكاباسيتور دي في الاخر بتبقى صغيره جدا بتشحن بسرعه برضه. دكتور احنا هنا موصلين الجيتس ببعض ولا ده البالك والبيت؟ تاني كده يا محمد. الترانزستورز يعني اللي احنا موصلينهم مع بعض دي الجيت مع الجيت ولا ده البالك؟ ده سؤال كويس. لازم احنا هنا ما جبناش سيره البالك خالص، هي دي طريقه للرسم. لما تحب توصل الجيتس كلها ببعضها فهنا ما فيش اي بالك رسمه، انا هنا رسم الجيت بس، ودي طريقه مشهوره جدا في الكتب. لما تحب توصل جيتس ان بارالل بترسمهم بالطريقه دي، بس هنا البالك مش مرسوم خالص. ده سؤال كويس برضه. ينفع اسال على حاجه؟ طبعا. أيوة الاول فهم. هو انا دلوقتي بحاول اعمل ميرور للكرنت الجولدن علشان اخده اقعد ابايس بيه بقى كل الدوائر السيركت بتاعتي، صح كده؟ تمام تمام كده. طب ليه ما خدتش مثلا الجولدن ده سيريس وهو كده كده هيفورس الكرنت مع كل الدوائر؟ يعني مش هو لما بحط كرنت سورس بارلل بيتجزأ، لما بحطه سيريس بيمشي في الدايره كلها نفس الكرنت. فليه ما خدتش كل لو انت عندك مثلا ايه 10 دوائر هتحطهم كل الدوائر ان سيريس ولا هتعمل ايه؟ يعني كده ان بارلل خلاص بقى كل دايره واخده السورس بتاعها لوحدها، لكن ازاي هتحطهم ان سيريس وتاخد كرنت من كلهم منهم كلهم بعد كده؟ يعني الاجابه لا مش هينفع. يعني هو البارلل كده اسهل طريقه عشان تكوبي الكرنت، لان لو سيريس مش هينفع تحطهم ان سيريس تاخد منهم كرنت، لان الكرنت هيمشي ان سيريس وخلاص مش هتاخده بعد كده تعمل له كوبي في حته. طيب سؤال ثاني يا جماعه. ايوه هو انا مشكلتي في ال VDS ان انا كل ترانز كده هيبقى ليه VDS مختلفه، ف والشانل لينس وكده، فده اللي هيعمل لي مشكله في الاي دي، او الاي دي مش هيبقى اكيوريت قوي بالحسابات اللي انا بحسبها. هي دي المشكله بالظبط كده. بالظبط كده. طيب في شويه ايرور نتيجه اللامدا دي، واللامدا دي احنا عارفين انها انفرسلي بروبورشنال مع اللينس بتاع الترانزستور، فكل ما تزود اللينس بتاع الترانزستورز كل ما تقلل اللامدا، كل ما تقلل اللامدا. ففي الحاله دي عشان كده في الكارت نيروس دايما بنحب نستخدم دايما ترانزستورز ليها لينس كبير، فلما بزود اللينس بتاع الترانزستور اللامدا بتاعته بتقل، فالإفاق الايرور ده بيقل. فده ايرور موجود عندي غصب عني. في طرق ادفانسد شويه برضه هناخدها السنه الجايه في الادفانسد كورس بتاع الانالوج عشان اقلل الايرور ده اكتر.
طيب ال 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 النوع الثاني من الميرور برضو احنا كده اخذنا ميرور باستخدام ال N MOS، بس ده ما يمنعش برضو باستخدام ال P MOS، لان كده هيطلع لك كارنت اللي هتستخدمه في الدائرة عندك كارنت سينك. لو عايز تعمل كارنت سورس يبقى هتستخدم P MOS، والP MOS ده يطلع لك الـ AI copy بالطريقة دي، بحيث يبقى هو current source بتاعك. فممكن تعمل ايه؟ current sync او current source باستخدام N MOS او P MOS. ده الفكرة هي في الاخر. انك لازم توصل لايه؟ واحد ترانزستور الدرين بالجيت بتاعه، وتاخد الجيت ده توديه للترانزستور التاني. فسواء عملت الكونسبت ده في الـ N MOS او الـ P MOS هي. طب انت لو عندك، اكيد هتفكروا السؤال ده، انت عندك دوائر كتيره من شويه محتاجين كارنت سورس وشويه محتاجين كارنت سينك. طب ازاي هعمل الاثنين في نفس الوقت؟ هنعمل الاثنين في نفس الوقت ان احنا بنعمل تكنيك بسيط جدا. ده مثلا اكزامبل لدايره عندي اهو، ده الجولدن كارنت بتاعي، وبعدين اخدته عملت له اديت كارنت لدايره سورس فولور، ريسورس فولور، لان الانبوت داخل في انبوت 3 ده داخل على الجيت، والاوتبوت واخده من على السورس، فده السورس فولور. وبعد كده نفس الجيت كونكشن دي دخلتها على جيت ترانزستور تاني، نستخدمه كومن سورس. ليه كومن سورس؟ عشان الجيت هنا داخل الانبوت داخل على او في انبوت 4 داخل على الجيت، الاوتبوت واخده من على الدرين، يعني ده بي موس. فطالما هو PMOS والإنبوت داخل على الجيت والسورس بتاعه واصل بالفي دي، والأوتبوت واخده أوتبوت 4 على الدرين، وعمل له بايسنج برضو بالكرنت الكرنت سورس اللي تحت ده. طيب لو عايز أعمل بقى في الحلقة أو الكرنت سينك، لأن الكرنت داخل فيه، يعني كده عامل كرنت داخلة أو كرنت سينك. لو عايز أعمل بقى كرنت سورس بنعمل إيه؟ بناخد برضو من نفس الجولدن دون، او دي الـ NMOS بتاعتنا اهي، باخد بنفس الجولدن ده برانش تاني اللي هو البرانش الاصفر دون. بصوا انا عملت ميرور للكرنت مره بالـ NMOS، وبعدين رحت قلبه بالتاني بالـ PMOS، يعني عملت ميرور تانيه فوق بالـ PMOS، فاستخدمت البرانش الاصفر دون عشان اقلب الكرنت بيه، بقى انا كان عندي في البرانش الاصفر ده الاي ريف جت لي هنا اهو، فاخدت الاي ريف دي دخلتها على بي موس كارت ميرور، طلعت لي من الناحيه الثانيه برضو من الميرورز، قدرت اعمل بيها بايس للميرورز البي موس اللي فوق، وبرضو عملت بايس لكومن سورس ستيج والفولور ستيج. فالفكره كلها هي البرانش الاصفر اللي في النص ده اللي هو بيقلب لي الكارت، بيحوله لي من ان موس ميرور الى بي موس ميرور. في الاخر طلبه اتعامل مع كارنتس، فالكارنت هيحصل له ميرورينج سواء عملت له ميرور بالان موس او بالبي موس. فانا البرانش الاصفر ده زياده كل وظيفته ان هو يقلب لي الكارنت ميرور من ان موس الى بي موس، واقدر بعد كده استخدم زي ما انا عايز الكارنت بتاعي سواء بقى في بي موس او في ان موس كارنت سورس. طيب عظيم جدا. اي سؤال تاني يا جماعه؟ طيب هناخد بريك كده 5 دقايق ونكمل المحاضره بتاعتنا. في احنا خلصنا كده الموس كارت ميرورز، هناخد البي جي تي كارت ميرورز ان شاء الله، هي مشابهه جدا للموس كارت ميرورز، فمش هتاخد وقت ان شاء الله، بس هناخد بريك كده 5 دقايق. يعني دلوقتي 9:50 لغاية 9:55 إن شاء الله.
طيب هنكمل المحاضرة يا جماعة. عبد الرحمن رفع ايده. دكتور معلش لو ممكن السلايد اللي قبل دي. ايوه في البلوك الاصفر هو ايه فائده الترانزستورز اللي تحت؟ الترانزستور اللي تحت دوت ده جزء من الان موس كارت ميرور اللي هو هينقل لك التيار اصلا في البرانش الاصفر. يعني انا بعمل ميرنج كارنت بنفس يعني بفاكتور واحد عشان اعمل يعني عشان اعمل له يعني ميرنج تاني صح؟ بالظبط كده، يعني كانك بتعمل اثنين ميرورز، يعني واحده ان موس تدخل الكارنت الاول في البرانش الاصفر، وبعد كده من البرانش الاصفر تعمل ميرور ثانيه بقى بي موس من فوق تنقل الكارنت ده لاي حته ثانيه انت عايز. طب هو انا مش اوريدي ان انا واخده من الاي ريف يبقى انا كده عامل له ميرور؟ ما انت كل ده معمله ريبج من اي ريف، يعني كل دول سواء ال ان موس او البي موس المصدر بتاعه كله جاي من اي ريف. ايوه انا اللي اقصده ان انا ليه اعمل له ميرورنج بفاكتور 1 وانا بالفعل عندي اي ريف اصلا. انت الفكره هتدخل ازاي اي ريف هناك في الدوائر الثانيه؟ لازم اي ريف ده انت عايز تنقله للدوائر الثانيه، تمام؟ فهي الفكرة انك ازاي هتاخد اي ريف ده وتحط وتدخله في كذا دايرة. انا اسف معلش ما خدتش بالي. لان اي ريف دون لو دخلته في كذا دايرة ان بارالل هيتقسم عليهم كلهم. مظبوط كده؟ تمام؟ يعني ما فيش اي مشكلة من الاسئلة دي يا جماعة، بالعكس كل واحد ما بيسأل اي سؤال حتى ما بيجي على دماغه كده بيفهم اكتر. اتفضل يا محمد. طيب معلش يا دكتور، هو مش احنا هنا كده عملنا كوبي لنيجاتيف اي ريف؟ مفيش نيجاتيف الاي ريف في كل الدوائر دي من فوق لتحت. حلو، ما انا الناحيه الثانيه انا عايزها من تحت لفوق. ماشي، اي ريف في الدوائر دي كلها ماشي من فوق لتحت، مفيش حاجه انت عايزها من تحت لفوق. ازاي يمشي الكارنت من الجراوند للسبلاي؟ الكارنت دايما ماشي من السبلاي الى الكارنت، فانت كل الدوائر دي واخده كارنت في الاتجاه ده فوق لتحت، سواء كان ان موس هنا ده برضه من فوق لتحت. البرانش دون هيمشي لك كارنت كده، فهتاخد الكارنت اللي هو من فوق لتحت ده برضه تمشيه في كل الدوائر التانيه برضه من فوق لتحت. الكارنت يمشي دايما من الباور من السبلاي للجراوند. هي الفكره بس انت عايز تدخله من ان موس ولا من بي موس عشان يبقى كارنت سورس ولا كارنت سينك. تمام. طيب معلش سؤال تاني يا دكتور، بس عشان انا حاولت اعمل سيرش وبرضه يعني ما استفدتش حاجه بالسيرش. هو دلوقتي احنا في الكرنت سينك دي حاجه احنا بنستفيد منها ايه جوه الديزاين نفسه؟ يعني الكرنت سورس خلاص انا همشي اي دي ويطلع لي في جي اس. طب الكرنت سينك ايه المطلوب منه في الكرنت سينك؟ الدوائر اللي على الشمال مثلا دي بنسميها ده مجرد اصطلاح، يعني في بعض الكتب بتسمي كله كرنت سورس. يعني احنا بنصطلح في الكورس بتاعنا لما يكون الكرنت داخل في الكرنت سورس بسميه كرنت سينك. يعني مثلا في انبوت 3 دون الكرنت داخل في الترانزستور بسميه كرنت سينك، لكن في انبوت 1 الكرنت خارج من الايه من الـ من الـ من السورس بسميه كرنت سورس. بس كده اتجاه الكرنت تمام. يعني انا ممكن ان اشتغل على ان موس، او يعني على اساس ان انا احط حاجه واحده بس في السيركت، مش لازم احط current source و current sync في نفس السيركت صح؟ يعني حاجة واحدة حاجة واحدة بس اللي بتختار حسب الدائرة بتاعتك بقى. انت مثلا لو عايز الانبوت بتاعك، يعني مثلا هنا عايز تعمل common source stage اللي هي في input واحد، في ال common source stage دي عايز تستخدم NMOS transistor، ففي input واحد ده مدخلها على NMOS، فعشان كده محتاج current جاي من فوق من current source. لكن نفس الكومن سورس ستيج دي لو حبيت تعملها بي موس زي في انبوت 4، في انبوت 4 داخل على بي موس، تمام؟ ففي الحاله دي محتاج الكارنت من تحت. هي الاثنين كومن سورس ستيج، بس واحد الانبوت داخل على بي موس واحد الانبوت داخل على ان موس، فعشان كده محتاج الكارنتس العكسيه. يعني لو انت داخل على بي موس يحتاج الكارنت بتاعك يكون جاي من ان موس، لو انت داخل على ان موس هتلاقي الكارنت بتاعك جاي من بي موس.
فده بيعتمد على الديزاين بتاعك انت هتعمله ان موس ولا بي موس. تمام شكرا لحضرتك يا دكتور. بس الاثنين في الاخر هيديك كومن سورس ستيج. طيب عظيم جدا. طيب البايبولر بقى هي نفس الفكره بالظبط برضو نفس اللايت كونكتد، اللي يختلف بس معادله الكرنت، بس هي برضو في الاخر هي نفس الفكره. الاي ار اف دي المعادله بتاعته، بيجيب لك الفي اكس، يعني بتاخد الفي اكس دي تدخلها على كيو 1 فهيجيب لك الايه الاي كاب، هي نفس الفكره بالظبط. وفي الاخر برضو هتقسم المعادلتين على بعض، فهيطلع ان اي كابي على اي ار اف هتساوي اي ساتوريشن 1 على او اي اس 1 على اي اس ريف. وبرضو الفي اكس اللي احنا جبناها هتطلع معادلتها مختلفه زي احنا شايفين كده، في تي لان اي ريف على اي اس ريف. فال وبرضو بتعتمد على التمبشن، لان اصلا في تي اصلا دي كي تي على كيو، فدي بتعتمد على التمبشن. فنفس الفكره بالظبط، الفي اكس بتعتمد على التمبشن، بس اللي طلع لك الكوبي في الاخر طلع لا يعتمد على التمبشن. نفس بالظبط الايه البي موس، قصدي زي بالظبط الموس ترانزستور. الفكره بس هنا الاي اي ساتوريشن دي بتعتمد او بروبورشنال في الاخر مع الاريا بتاعت الايميتر، فعشان كده بتبقى اسهل دايما ان احنا نكتبها في صوره الاريا بتاعت الايميتر دي. اي كوبي على اي ريف هتساوي اريا ايميتر 1 على اريا ايميتر ريفرنس. والاريا ايميتر دي اللي هي تناظر في الموس ترانزستور الدبليو اي على ال، هنا بقى بنسميها الاريا بتاعت الايميتر، ودي برضو دايمنشنز ممكن الواحد يتحكم فيها على الاي سي. ففي الاخر برضو طلع اي كوبي على اي ريف بروبورشنال مع الاريا بتاعت الايميترز، ودي حاجه ممكن احنا نغيرها برضو لو عايز اغير الريشيو. وبرضو نفس الفكره لو حبيت اعمل التوصيله دي من غير الدايت كونكشن قلنا مش هتنفع، لان هنا ما فيش كارنت، هناك كان كارنت بيشحن يدي بوزيتيف تشارج، هنا بقى محتاج كارنت يمشي لك البيز، لان هنا في البايبولر بقى عشان الترانزستور يشتغل لازم يبقى فيه بيس كارنت ماشي، عشان يطلع لك كولكتور كارنت فلازم فيه بيس كارنت، فهيجي لك من البيس كارنت هنا لو هما الاثنين فلوتين كده. ففي الاخر برضو لو سبتهم هما الاثنين فلوتين كده هيديك الاي كابي بصفر. لو حبيت تحط بطاريه نفس الكلام برضو، قلنا لو البطاريه اتحطت هيبقى الفي اكس كونستانت، بس الاي كابي هو اللي هيطلع يعتمد على التمبرشر. من المعادله بتاعت البايبولر هنا هيبقى الاي كابي اي اس، خلاص الفي اكس بقت كونستانت، هي في الحاله دي هيطلع يعتمد على التمبرشر نتيجه اعتماد الفي تي على التمبرشر. ففي الاخر برضو الدايرتين دول لا يعتبروا في الاخر كارنت ميور، وغلط ان احنا نستخدمهم ايه ككارنت ميور. البايبولر بقى فيه افكت جديد هو البيس كارنت، ازاي البيس كارنت هيأثر معانا على الاوبريشن. خلي بالكوا الكلام اللي فات ده كله او ده احنا هنا مهملين البيس كارنت. البيس كارنت لو دخل معانا بقى هيحصل ايه؟ هيسحب لك شويه كارنت اكيد، يعني في الموس ترانزستور كنت بقول ان الكارنت بيخش يشحن الايه يديك البوزيتيف شارج، بعد كده الكارنت بيساوي صفر. الفكره هنا لا بقى الكارنت مش هيساوي صفر، الكارنت هيبقى في مكارنت ماشي على طول، الكارنت ماشي على طول. وبقى السؤال بتاع ابانوب هنا ممكن يكون له معنى ليه، لان او بتاع كرولوس قصدي، ان هنا في سؤال في كارنت ماشي على طول، مش مجرد كارنت بس في الاول كده وبيروح، ده الكارنت هنا ماشي على طول حتى لو لما الترانزيانت يخلص الكارنت لازم يبقى فيه بيس كارنت ماشي على طول في البايبولر ترانزستور. وكل بقى ما حطيت كارنتس اكتر، كل ما حطيت كارنتس اكتر ازاي، يعني كل ما حطيت بقى ترانزستورز اكتر عشان تاخد من الايه من الريفرنس ده تاخد منه كارنتس ثانيه، كل ما هتسحب كارنت اكتر من الاي ريف، لان الاي ريف ده بقى مش هيروح كله بس للايه الكيو ريف، ده هيروح يغذي كل البيس كارنتس بتاعت كل الترانزستور اللي انت حاططها هنا. فهنا مثلا مفترض انا حاطط ان هو
N transistors in parallel. فمساحة الإيميتر في الآخر هي N A emitter. يعني في مفترض هنا حاطت N transistors in parallel عشان أسحب كارنت، عشان أشغلهم كلهم. في الحالة دي هسحب كارنت كتير. ده هيأثر إزاي على الأوبريشن بقى بتاع الكارنت ميرور؟ نشوف كده. يعني إحنا لو دخلنا، لو هنا مثلا كان طالع I certain I copy مثلا، وده الأريا بتاعته N في الأريا emitter، فأكيد اللي هيمشي لك في الريفرنس ترانزستور I copy على N، لأن ده بالريشيو بتاعة الإيميتر أريا. الريشيو بتاعة الإيميتر أريا هنا هيمشي I copy على N، فهيبقى البيس كارنس بتاعتي I copy على N على بيتا اللي داخل في الريفرنس، وI copy على بيتا ده اللي داخل في الQ1. فهنا البيس كارنس، ودي بقى كارنس مش ترانزيانت في الأول، بس دي كارنس هتبقى ماشية على طول، دي كارنس هتبقى ماشية على طول. طيب عايزين ايه نشوف الإفكت بتاعها ايه كارنس دي؟ ولا حاجة. هو الإفكت بتاعها ان الاي ريف ده بدل ما كان كله هيروح على الكيو ريف، هيبقى الاي ريف دون ليه ثلاث مسارات، واحد رايح اي كابي اي كابي على ان، واحد لاي كابي على بيتا، واحد رايح لاي كابي على ان بيتا. فمجرد لو كتبنا المعادله بتاعه الثلاث ترمات دول وظبطنا اي كابي في حته والاي ريف في حته، هتطلع المعادله في الاخر بالشكل ده. فطلعت لنا في الاخر هي نفسها ان اي ريف اللي انا كنت منتظرها، يعني الاي كابي طلع برضو ان في اي ريف. الحمد لله عرف يكابي الكرنت وفاكتور ان، بس المشكله في الترم اللي تحت ده عامل لي ايرور. مشكله في الترم اللي تحت ده. طب الترم اللي تحت دون كويس فيه واحد على بيتا، احنا عارفين البيتا بتاعه الترانزستور المفروض تبقى كبيره، فكل ما بيتا كانت كبيره كل ما كان الايرور ترم اللي تحت دون بيقول ايه للصفر، فيبقى اللي تحت ده كله يساوي واحد، يبقى كده الحمد لله الميرور بتاعتنا شغاله كويس. يبقى كل ما البيتا بتعلى كل ما الايرور بيقل. المشكله بقى في الان، الان دي عدد الكرنس اللي هتاخدها منك من الايه، من الترانزستور الريفرنس ده. كل ما تسحب بقى او عددهم بيزيد، ممكن الان دي لو هي بقت قريبه من البيتا هتعمل لك ايرور معتبر، صح كده؟ هنا لو الN بمية والبيتا بمية، لا كده خلاص انت بتتكلم في ايرور ايه بقى كام؟ بقى لو جمعت مية على مية بواحد بقى ايرور بالنص تقريبا. فهنا الN بقى كل ما تسحب كرنس اكتر كل ما الايرور هيحصل اكتر. فدي مشكلة في البايبولار كارنت ميرور. لو سحبت منه كرنت واحد مش مشكلة، لو الN صغيرة مفيش مشكلة طالما ان البيتا عندك كبير. لكن لو الان بقى تبتدي تسحب كارنس اكتر، يبتدي الكارنس اللي انت بتسحبها بتزيد، فالايرور بتاعك هيزيد في الحاله دي. اختلاف بتاع الموس ترانزستور، الموس ترانزستور اسحب زي ما انت عايز مفيش اي مشكله، الايرور بتاعك لا يعتمد على النمبر اوف كارنس اللي انت بتسحبها. طب ازاي لو نقلل من المشكله دي شويه؟ فالناس فكرت شويه، الناس بتوع السيركت دايما لما بيلاقوا مشكله بيحاولوا دايما يفكروا لها في ايه، لازم يلاقوا لها حلول على مستوى السيركت برضه. ففي واحد جه قال طب انا هحط سورس فولور في جوه الكارت ميرور كده، شايفين الكيو اف دون او ايميتر فولور، يعني كيو اف ده ايميتر فولور، انا مدخل من على الجيت من على البيز واخد من على الايميتر. طيب لو انا حطيت ترانزستور بالشكل ده جوه الكارت ميرور بتاعتي، يعني بدل ما اعمل دايت كونكتد، قبل كده كانت الدايره بسيطه مجرد بوصل الكولكتور بالبيز واخليه دايت كونكتد، فبدل ما هوصل الكولكتور بالبيز انا هحط ترانزستور اوصل البيز بتاعه بالكولكتور والايميتر بتاعه اللي هو بالبيزز بتاعتي، اوصل الايه الكولكتور بالفي سي سي. فلو افترضنا ان البيتا بتاعه الترانزستور كيو اف دي كبيره قوي، فالاي كولكتور بيساوي الاي ايميتر،
وهنعمل كيرشف كارنت لو عند النقطة X وعند النقطة P. فهنبتدي عند النقطة X، هيبقى الكارنت بتاعتي إن الـ I collector أو الـ I emitter بتاع QF دول هيساوي مجموعة 2 base currents اللي هي I copy على بيتا و I copy على بيتا N. يبقى I collector follower دون هيساوي I copy على بيتا زائد I copy على بيتا N. ده الـ collector أو الـ emitter current اللي ماشي في QF. يبقى الـ base current اللي هو I BF دون هيساوي نفس المعادلة دي على بيتا. يبقى هيبقى I copy على بيتا سكوير مضروب في 1 زائد 1 على N. يبقى أنا جبت كده الـ base current اللي هاخده هيجي منين الـ base current ده اللي داخل في البايبولر دون؟ أكيد هيجي من الـ IREF. يبقى الـ IREF هيخسر جزء من الـ current بتاعه يروح في الـ إيه؟ في الـ base بتاع الترانزستور QF ده. طيب نعمل بعد كده كيرشوف عند النقطة P. يبقى IREF جزء هيروح في IDF وجزء منه هيروح في الـ ICREF اللي هو الترانزستور الأساسي بقى اللي هو الريفرنس ترانزستور بتاعي الكوليكتور كارنت بتاعي. يبقى IREF حتى الجزء هيروح منه عشان يغذي الاي بيز بتاع الفولور والجزء الثاني هيروح للكولكتور بتاع الريفرنس ترانزستور بتاعي. لو عوضنا بالمعادله اللي فوق بتاعه الاي بي اف هقدر اجيب المعادله دي، ولو ظبطت كده انا خلاص كده جبت الاي ريف بدلاله الاي كوبي. فلو جبت الاي كوبي في ناحيه هيطلع المعادله الاخيره دي. فالمعادله الاخيره دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي برضو لسه الـ I copy هو N في IREF. الـ error term بس اللي تحت عندي بدل ما كان مقسوم على بيتا بقى مقسوم على بيتا سكوير. فالـ error كده قل. فالـ error كده قل. بفاكتور بيتا. لأن أنت في الحالة دي بدل ما كان الـ error بتاعك مقسوم على بيتا بقى مقسوم على إيه؟ على بيتا سكوير. لو البيتا مثلا دي بمية بدل 100 واحد على 100 هتبقى واحد على إيه؟ 10,000. يبقى انت كده قدرت تقلل الايرور بتاع الايه عمليه انك تزود عدد تزود الان، لان الان في الحاله دي بدل ما هتقسم على بيتا هتقسم على بيتا سكوير، فتقدر تاخد كارنس اكتر من الميرور بتاعتك. فالفكره هنا هو ان اللي عمله الفولور دون انه بدل ما كان بياخد الكرنت كله قسمه على بيتا، لان احنا عارفين الايه البيس كرنت الفرق بينه وبين الكوليكتور كرنت هو بيتا. فبقى بيدخل هنا هو كرنت صغير ويخلى الترانزستور كيو اف دون هو اللي يغذي البيزز بتاعه الايه الترانزستورز الثانيه، بس محكوم دايما بالبيس كرنت بتاعه. فدي الفكره بتاعه الدايره اللي جه فكر فيها ازاي. هو عايز ايه؟ عايز يسحب من الاي ريف كارن صغير بس في نفس الوقت يغذي عدد كبير من البيزز بتاع الترانزستورز. فده اللي فكر في الدائره دي فكر كده، هو عايز يسحب كارن صغير من الاي ريف عشان ما يعملش ايرور كبير يخلي كل الكارنت يروح للايه الكيو ريف ما يتسحبش منه كارنت كبير. في نفس الوقت عايز لو عندي بي كارنت ترانزستورز كتيره عايز يغذي البيز بتاعها فعايز كارنت كبير. فهو هنا عايز كارنت صغير عند البي وكارنت كبير عند الاكس، فحاطط الترانزستور دون والفاكتور بين الكو كارنتس دول هو البيتا بتاع الترانزستور ده طريقه اللي هو الراجل اللي فكر في الدايره دي. فقدر فعلا ان هو يسحب من الاي ريف كارنت صغير لان هو البيز بتاع ترانزستور واحد بس خلى الايميتر بتاع الترانزستور كيو اف دون يغذي بقى ايه بيزز بتاع ترانزستورز كتير. فطلع فعلا في الاخر المعادله بدل ما تقسم على بيتا اتقسمت على بيتا سكوير. اي سؤال يا جماعه في البايبولر كارت ميرور؟
طبعا البايبولر كارنت ميرور دي طالما انا الان بتاعتي صغيره, يعني لو بعمل ميرور لكارنت واحد او اثنين او خلاص ما فيش داعي ان انا احط الايه الكيو اف ده, هخليها سيمبل كده, سيمبل كارنت ميرور حاجه شبه كده. لكن امتى بقى الجا ان انا احط الكيو الفولور او الكيو اف دون؟ لما احب ان انا يبقى عندي ترانزستورز كتيره واصله على الميرور بتاعي, غير كده ما بحطش الايه الكيو اف. طيب غير كده نفس بقى الفكره برضو, ممكن اعمل ان بي ان او بي ان بي كارنت سورس عشان اخلي كارنت ايه داخل او خارج. فبدل ما بعمل الكان كارنت خارج مثلا, فبعمل ايه برضو الدايت كونكتد بتاعتي وصل الكولكتور بالبيز واعمل البيرور عندي زي بالظبط كنا بنعمل هناك في البي موس, هنا هنعمل في البي ان بي. ونفس الفكره برضو لو عندي NPN كارت ميرور وعايز اقلبها ل PNP يبقى زود برضو الايه البرانش الاصفر دون. البرانش الاصفر ده بيعمل ايه؟ بياخد الكارنت يقلبه من NPN يخليه PNP, بس دايما الكارنت زي ما اتفقنا من فوق لتحت, سواء كان في NPN او PNP دايما الكارنت من السبلاي للجراوند اتجاه واحد. هي الفكره بس الدايره بتاعتك عايزه كارنت خارج منها ولا داخل فيها, فبت ايه بتحدد نوع الكارنت ميرور ايه بالطريقه دي. تمام, انا هناخد كده تو اكزامبلز, يعني الكارنت ميرورز من العمليه من الدوائر البسيطه, يعني طالما فهمنا الكونسبت الاساسي بتاعها. فا كإكزامبل مثلا في الدائرة دي بيقول لي هنا هو دون ال ده ال الريفرنس أو الجولدن كارنت بتاعي, عايز أخليه يغذي تو أمبليفاير ستيجز. هو اختار الدايمنشنز بالشكل ده, هنا 3 W على L, هنا 2 W على L, هنا 5 W على L. عايز يحسب الكارنتس في كل برانش. أول ستيج دي نوعها ايه؟ ايه الامبليفاير ستيج؟ ايه نوعها؟ نوع الامبليفاير ايه؟ الستيج اللي انا واقف عليها دي كومن درين. كومن درين بالظبط كده. ليه؟ لان الانبوت 1 داخل على الجيت والاوتبوت من على السورس, يبقى دي سورس فولور او كومن درين. والدائره الثانيه دي بس حد غير عادي كومن سورس. كومن سورس زي قال محمد بالظبط, في كومن سورس لان ده بي موس. خلي ما تتلخبطش من الحكايه دي, ما تتلخبطش من الحكايه دي. الدايرتين شكلهم شبه بعض, الفرق بس الدايرتين هي حاجه واحده بس. ايه هي الحاجه الواحده دي؟ السهم بتاع ده والترانزستور ده هنا, فده ان موس. لكن السهم بتاع الترانزستور ده فوق يبقى ده بي موس. يبقى معين الدايرتين شكل واحد بس السهم ده غير كل حاجة. السهم ده غير كل حاجة, خلالك ده بي موس, ده السورس بتاعه وده الجيت, وانت اخدت من عدرين يبقى ده كومن سورس. طب نرجع لي المسألة بتاعتنا او الديزاين كيس بتاعتنا. عايز احسب الكارنت, الكارنت هنا 0.3. يبقى دايما احنا قلنا الريشيو بتوين الكارنتس هو الريشيو بتوين الدايمنشنز. يبقى اي 1 على اي ريف هيساوي 2 على 3, يبقى ده هيطلع 0.2 وده هيطلع ايه 0.5, لان هنا هتبقى 5 على 3 مضروبه 0.3 يبقى هتطلع 0.5 ملي امبير. هنا هيبقى 2 على 3 مضروبه 0.3 هيطلع 0.2 ملي امبير. يبقى ده الكارنتس في كل ستيج, وبناء على كده اقدر احسب بقى الجين بتاع كل شيء. طيب ده اكزامبل تاني برضو باستخدام بايبولر ترانزستورز. هنا هنهمل الايه البيس كارنتس, هنهمل البيس كارنتس لان عدد برضو الترانزستورز اللي باخدها صغيره لسه بالنسبه لاقول البيتا بتاعته. في الحاله الاولانيه اللي فوق ده في الاكزامبل على الشمال, انا مدخل كارنت 0.25 ملي امبير,
واخد ميرور برضو طالما هو مش كاتب لي الاريا بتاعه الايميتر بكام يبقى انا بعتبر ان الترانزستورز ار ايدنتيكال هما زي بعض بالظبط. يبقى عندي هنا 3 ان بارالل وهنا 1 يبقى هنا 3 مرات الكرنت يبقى 3.25 هيديني 0.75. هنا عندي 2 بس ان بارالل يبقى 2 في 0.25 هيديني 0.5. هنا اللي على اليمين دي طريقه بقى عشان اجيب بيها فراكشن. فهنا حطيت 4 ان بارالل مع الريفرنس كرنت اخدت 1. فهنا اكن الاريا بتاعت الايميتر 1 هنا الاريا بتاعت الايميتر 4. يبقى الكرنت اللي خارج هنا هيكون 1 على 4 وهيكون الربع بتاع ال 0.2 اللي هو 0.05. اللي تحت هيبقى 10 على 4 هيبقى 0.5 ملي امب. اي سؤال كده لغايه دلوقتي يا جماعه؟ طيب عظيم جدا. احنا كده خلصنا المحاضره بتاعه النهارده. فاضل حاجتين بس في المحاضره النهارده، طبعا في الكويز اللي احنا زي ما قلت لكم الاسبوع اللي فات هنعمله ان شاء الله، وفي حاجة خاصة بالمعمل بتاعنا.